بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن نبات يتغذى على الحشرات. هناك نباتات تتغذى على الحشرات وتسمى أكلة الحشرات. قد هيأ الله لهذه النباتات أسباب الرزق، فزودها بمادة لاصقة تفرزها قدات خاصة في النبات، وبنفس الوقت تجذب الحشرات بلونها ورائحتها أيضا. فإذا اقتربت الحشرة من أوراق هذا النبات انقلقت عليها الورقة ذات الشقين، ثم تبدأ عملية الهضم، هضم الحشرة، وبذلك يعيش هذا النبات. والسؤال، من الذي هدى هذه النبات إلى هذا الطريق أو هذه التقنية وهيأ لها التقنيات المعقدة؟ طبعا أنها الله سبحانه وتعالى القائل في القرآن الكريم: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورة طه آية 50، والله أعلم.